سهرتنا بعدها مكملة ووصلنا لنسمع آخر مشتركة معنا لليوم. رح نروح مع رائعة من روائع رياض الصنباطي اللي بيعتبر التلحين فن هندسي، ومن كلمات عبد المنعم السباعي وأجمل ما غنت كوكب الشرق أم كلثوم. ولمين رايحين هالمرة؟ بهالتقرير. دير الأسد قرية عربية في شمالي البلاد بالشليل الأعلى، سميت دير الأسد نسبة لمحمد عبد القادر اللي لقب بمحمد الأسدي. ومن دير الأسد شاركت معنا منال موسى. بحضر برنامج ميستار، برنامج كتير حلو. بشجع منال موسى، صوتها حلو، أتمنى النجاح. يعني برنامج نيو ستار أعطى فرصة لكل المواهب إنه يوصل لصوتهم للعالم العربي. برنامج نيو ستار برنامج كتير حلو، ممتاز، جيد جدا، فكرة حلوة. منال في كل مرحلة عم تثبت نفسها أكثر. مشان بدنا نشوفك بالمرحلة الثانية، مشان هيك بنبقى نحكي بعدين. بالمرحلة الثانية حصلت على علامة 39. وبالمرحلة الثالثة اشتغلت على نفسها أكثر وحصلت على علامة 42. إذن مجموعك 42 من لجنة التحكيم. هل راح تحافظ على تألقها؟ من دير الأسد منال أسدي. Thank you.
منال موسى من دير الأسد، يعطيك العافية. الله يعافيك وشكرا. منال، بالمرحلة الثالثة تألقتي وأبدعتي فعلا. اليوم اخترتي أغنية صعبة. شو؟ بصراحة أنا بحب هاي الأغنية كثير، وكل إشي لأم كلثوم أنا بحبه. بتمنى دائما أدائي وصوتي يعجبكم وأكون على حسن ظنكم. شكرا لكم. يا هلا يا منال، وتعالي نشوف سوا. لجنة التحكيم شو رايها فيكي؟ ست أمل. منال يعطيك ألف عافية. المهمة تبعت المتسابق الأخير صعبة تماما مثل المهمة تبعت المتسابق الأول. بتحمل كل التوتر وكل الانتظار. لما بسمع منال بحس حالي عم بسمع أسطوانة من سنة 1930. مصلطنين هيك فيكي، مسكوني بمغنية بعرفش مين، منيرة المهدية، مغنية هيك أصيلة. ف وكثير كان في اليوم محلات فتحت صوتك أكثر، يعني ما ركزتيها بالأنف. بقول يعني إذا بتتركز على هذه المواقع أحسن وأكثر بيكون. فخورة بأنوثتك، كنتي طلتك حلوة، أديتي حلو بصدق، بتفاعل مع الجمهور، بتقدر تسمح لنفسك تشعري أكثر وأكثر، لأنه عندك حنية وعندك لا شك صدق كبير بالنجاح. شكراً.